من جديد، أدت اشتباكات بين المصلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني إلى إصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك بعيد محاولة عدد من المستوطنين اليهود اقتحام المسجد الأقصى المبارك. من جانب آخر، اعتبر ياسر عبد ربه القيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية أن المفاوضات مع الاحتلال عقيمة وبلا أفق واضح. في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي، اندلعت مواجهات عنيفة في المسجد الأقصى بين مصلين فلسطينيين وقوة الاحتلال الصهيونية، وذلك عقب اقتحام عشرات المستوطنين المسجد بحماية من شرطة الاحتلال. وجاء الاقتحام بالتزامن مع بدء ما يسمى بالسنة العبرية الجديدة، حيث قامت شرطة الاحتلال بغلق المسجد الأقصى وحاصرت الشبان الفلسطينيين داخله بعد تصديهم للمستوطنين، ومنعت من هو دون سن 50 أداء الصلاة فيها، كما قامت برش الغاز باتجاه المصلين. وردد عشرات المصلين هتافات مناهضة للصهيونية، واعتقل الاحتلال 5 فلسطينيين عقب هذه المصادمات، كما أدت الاشتباكات إلى إصابة عدد من المحتجين بالاختناق. وامتدت المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوة الاحتلال إلى بلدة أبو ديس احتجاجا على اقتحام الأقصى. وفي غزة شارك المئات في مسيرة للتنديد بزيارات المستوطنين للأقصى وللمطالبة بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية، الذي أفرج عنه في وقت لاحق بشروط تمنعه من دخول القدس المحتلة لمدة 6 أشهر، وهو ما رفضه الشيخ صلاح. وحملت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الاحتلال مسؤولية الأحداث في الأقصى. وفي تطور لاحق، منعت قوات الاحتلال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين وعدد من شخصيات دينية واعتبارية أخرى من دخول المسجد، واحتجزتهم تزامنا مع تسهيلها عملية اقتحام حرمات المسجد وساحاته من قبل المتطرفين اليهود. وشجبت دار الإفتاء هذه الإجراءات التعسفية، ونشدت المصلين من أهل القدس وأراضي عام 48 لشد الرحال إلى الأقصى، مطالبة العرب والمسلمين المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب لمنع الاعتداءات الصهيونية على المقدسات الفلسطينية، كما حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مواصلة السياسة الصهيونية القائمة على المساس بحرمة المقدسات والاعتداء على المصلين وطلاب العلم.